إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فيا عباد الله ولا ليال قف كستو مسلمة وعقل لي وبالغ وقان قاري وحواجب سارن inu barto oo aqoon u yeesho ilaalinta la ilaaliyo danta guud iyo inaanay bannaanayn in danta caamka ah danta gaarka laga hormariyo inaanay arrintaasi tahay danta caamka in la horreysiiya inay tahay waajib diini ah qofka danta guud horreysiiyana inuu yahay mid gudanaya shay diini ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu faray نبيجانونا عليه الصلاة والسلام أرنت النوع صياد ياد بوغ شقي صلوات الله وسلامه عليه وحنا ما أنت مجتمعات بدن أو مسلمي أي آد ولد متين إن جنا عين كم هاي مع الأسف الشديد إن دنت خاص كي أي كهر رئيس دنت جود ودنت جود أنا يشرين عدة ورته أما عيد كشق إيسا مصالح دا إيا دانها أمد ودا ليدا هاي إيا أمد كدحية أما وباعتبار آخر داد كقار نظر إيا أرق تكلا إيا كهيستان دان تقود وحي تهاي إيا قانان كليا أرما كوب كوبا وأنا فهم سنين المصلحة العامة إنا إتهاي وحاي بلوش مسلمي كشق إيسو أنا إكوهر مرتو marka qof kasto muslimihi uu garto mas'uuliyadda saaran iyo waajibaadkiisa diineed iyo kiisa bulsho waxaa hagaagaysa danta guud waxaana nidaamsanaysa oo nidaamna yacnaa iyo kala dambayn yeelanaysa nolosha adduunyo iyo xaaladaheeda iyo axwaasheeda in lagu xadgudbo danta guud waxay keenaysaa in lagu xadgudbo xuquuqda bulsho dhan biakmaliha waana dhibaato soo gaadhaysa dadka dhammaantood xaqiiqa ahaanna waa jariima iyo damb aathaarta iyo saamaynta ay yeelataana ay tahay saamayn aad iyo aad u khatar badan sidaa daraaddeed nebigeennu calayhi salaatu wasalaam iyo dhammaan ambiyada manhajkooda wuxuu ahaa inay ka dhar tiran yihiin oy ka madhan yihiin dan gaara inay ilaashadaan inay dhammaan u dirnaayeen danta guud inay ilaaliyaan إلهي بقرآن كيسا إنه شيء سبحانه وتعالى يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون نبي ولي بوح لها مركودتك قارسية حقا يا وناقا أجري مشقايا إذنك قدوني مايا وحقا رهونا رنتا سيئي قترانا ما ترتو أجري قيقا يا مشقايا دايدا إلهي بان كله سبحانه وتعالى سيدا درادت nabigeennu calayhi salaatu wasalaam ilaahay markuu manhajkaa baraayay wuxuu yidhi qul laa as'alukum calayhi ajran ila almawaddata fi lqurba waxaad tidhaahdaa ajriyo mushqaayo idinkaga dooni maayo
إلا إلهي سبحانه وتعالى شعيل عن شعيل هاي ودوان شيء سمو يعني سيداتنا ديت نبي نوح كد بغينا لش إيسى عليه الصلاة والسلام مراعاة والرعاية مصالح العامة إلى أن تأيّر بورد دن تقود أي أمضي أي وضع الله هاي سيدا قصار ارتفي صحيح البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت أن قريشا أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا من يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا ومن يجترئ عليه إلا أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله ثم قام فخطب عليه الصلاة والسلام فقال يا أيها الناس إنما ضل من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها عليه الصلاة والسلام نبي صلى الله عليه وسلم وحي نسي النموذج يتصالع ذو قيمة بضن وإن لا إلالي يدن تخاسك يدن تقود لبضبا قفكي كحد قد بعدك لحقوق دينا إن واجباتك شرعك مريئي لمريو رسول كانوا عليه الصلاة والسلام وعتري عائشة قريش وحا آذو مروقة جريسي أما آذي يا آذ يعني وحوى يؤتح قلين يعني قليسين يتح قلين سيان كبدي مخزومي يدها إذا وحضي كبدني تذكي انتي كأمانة يستو أمانة يتوب العارضة أيها الدون الدفري شرتي نبي قمرك الله شيخي صلى الله عليه وسلم الله اسكت قرانا يا رسولك إنو قعان تقوين ايو تبتنا واحد رسولك إياك لها الله يقبرنا وإن قعب قبر قريشية والربني مخزومة إن قعان لقويو وحيت لي قريشية كديرنا يا نبي محمد صلى الله عليه وسلم أركاك لها الله يا أنا أسامة عين أسامة ابن زيد ونبي قلت على أبينا وقلت على عليه الصلاة والسلام أسامة رسولك أيوتكي وحانو أشياء عطسكي قريشة عطسني سي وحن نبي قولي عليه الصلاة والسلام أسامة ما واحد كأرقين سا حد حدود إلهي كمنا حد حدود إلهي كمنا مياد كأرقين سا إرقس مقلا حدود اللي لغا تنازلا ديت النبي قولي إشتاقي عليه الصلاة والسلام دات كيوان الله عليه رسولك وحن نبي قولي صلى الله عليه وسلم dadk idinka idinka horeeyay ee quraysh la oran jiray yana reban israa'il waxay kullumeen marka kooda shariifkii waxado way iska deen jireen kooda daciifkii marka waxadana xuduuda ayay ka oogi jireen wa aymullah ilaahay daartiisan ku dhaartay haday faadima ina nabi muhammad waxado gacanta ayu nabi muhammad taray abu nabi guu dhaari salaatu wasalaam wa asrafu an-naas nasaban dadka tii ugu sharafta badnayd xagga nasab iyo abtirsiin weey wa bintu rasuulillaah sallallahu alayhi wasallam meel kale oo miisaal lagu soo qaado ka sareysa ma jirto makhluuq sida daraadeed waxay taasi tusinaysaa ama xadiidkaasi uu koobsanaya in la ilaaliyo masalixda gaarka oo ay koobsanay oo koobsanaysa in aan lagu xad gudbin xuquuqda dadka kale oo qofku xaqiisa ku eekaado xuquuqdiisa in la dhowro si uu jecel yahayna xuquuqda umada kale inuu dhowrana waa inuu jeclaadaa inaanu cidna dhibin sidaanu jeclayn isagu in loo dhibo aanu jeclayn xadiidkani wuxuu tilmaamayaa faa'iidooyin dhowr oo tarbawiya oo ummada nabigu ku rabaynayay calayhi salaatu wasalaam tukowaad waxa weeye in la ilaaliyo xaqa guud iyo danta guud ee ummad ka dhexaysa waa in la dhowro sababta lagu dhowrayaana waxa weeye ama sida loo dhowraya waa in shariicada Ilaahay lagu oogo qof kasta oo xad ku waajibay ama galay xaq kamid ah xuquuqda Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ka soo rogay xadka Nabigu calayhi salaatu wa salaam faa'iidada labaad ee tarbawiga ama tarbiyada labaad ee Nabigu ina siinaya waxay tahay Rasuulku sallallahu alayhi wa sallam wuxuu ku dhaartay inuu goyn lahaa gacanta inantiisa Faatimo رضي الله عنها حتى يحد لهيد ويكن الزهان تأينا وحضئه ويكفك تأي رضي الله عنها وأرضاها تاسنا وتأكيد
يا أتكين نبي وأتكين يا صلى الله عليه وسلم إنه يهي أول من يحافظ على المصالح العامة قفك أغر رأي إلى علينا يدن تقود إنه رسولك إساق يهي بو نبي قدتك أشيق يا أمديسة عليه الصلاة والسلام إن أنا أنا حنين إذ كستوى قرابة نما كل حريدة إلى النبي قوي حنين أوس كوحد قدبته دن تقود دن تقار كأنا كهرسيسة وأنا تلقد دون أيه هقان كأمده هقامية يا روح أمده رصعد وأه تلقد دون أيه وهي إن أمده كوكر صناته إنه نفتي سكب لا بيا يا نفاه عدة وقدا وعد هدي عليه ما دان حد قدب وحي أمده دبو كينيا أي وحوي كتلاب صدا أرنت صدحات النبي صلى الله عليه وسلم حديث كان إنه وعد يفايد صدحة التربوي وحيتاي آثارت يسامين تعان في عنين كذا لنيسا حديث دنت جارك على جهو الرئيسي دنت جود ودنت جارك أي شقيسه دنت جود ناي نقطة مضيعا إن أردت أسئلتها دليل يا علامات هلو يا هلاك أمدد أرمها يدنه هذا الدنيا يكو هذا آخرنا أي وحوى يكوى يان يتوذى برشيد انتبع إن يكوى يان سادر ردد بان نبي قوحوري إنما ضل من كان قبلكم تدك إذن كإذن كهر وحي كل من وحك لماها تدك أيي مركا كالفضير جرين وكوانا كايو أركاين وشريف يهينا ومدى وحي إذا مركو كوحد قد بلا ميهال جرين كضعيف كأنا مركو ومدى وحي إذا كوحد قد بوا ويحذين جرين أما ويعقاب جرين وحنا كده بابا يسمى ماذا صومالي صومالي ده يتراهضة وحوي مسكين باله مسكين لفوله وأنا تدبر عند حلوة كشقي نسا إن أنا لقيا عند حدا ينيني كشقي سو إن قفك مسكين كأون دنت جود لقال حضله لكن كوحيسته أما وحوي كهرمات ومضوع أما ما قاله إن لقدم بيه الله قد أور صنادو تصنع وحي كنسا ظلم يا عدالة درو ولا ريال أنت أفراد النبي جن وحديث كان نقول حتى صي صلى الله عليه وسلم يفيض أفراد التربوي جاء التربية ذي الحديث كانوا كقادنا وحي تاعي إن اهتمام يتحجلين بدن النبي قصي دلال بدن النبي كبحي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى لنت إلى لين وعي دنت جود النبي قادو ديني دلال بدن الرسول كونوا جليي يوحوي يمرك تحجلين فربنا إلى لنت دنت جود عليه الصلاة والسلام وحنا النبي صلى الله عليه وسلم gabadha oo ku xukumay khiyana ay ku xad gudubtay amwaashi dadka iyo waxa weeye xuquuqdi dadka intooda kale waxa hadiisku nabigu inoogu sheegay faa'iida lixaad oo ah faa'iida shanaad baan u jeedaa in nabigu sallallahu alayhi wasallam uu ina tusay illoo degdego dawaynta shayga xad gudubka ku ah masalixda iyo danaha umada ka dhaxaya wixii wanaag ee umadu wada leedahay wixii dan ee umadu wada leedahay cidii xad gudub ku sameysa دوين تهذا يتلاعب كقادس تهذا إلّا دقدقو النبي قوينا تصي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحن كقادنا حديث كفائدة لحد التربوي كحديث كأنه كقادنا وحيتاي إلّا دتشيء وشرع قود دقي قانون يحار يحق يحدود يمرك وحوى عقاب شو تشي يقف كستو وهن قل تاجي لها إنه مصالح ريدن تجود أمضى وحوى يأكلون طعام الدنيا سجار كاو كفر شر marka xuquuqubaad ka arko iyo tacsiiradka iyo xuduuda qof kasto naftiisu sida uu sawiri lahayd waa uu gaabsanaya oo dib ayuu uga istaagaya arinta lix toddobaad waxa nabigu sallallahu alayhi wasallam uu muujiyay cadaadu daran inuu ka cadooday kuna diiday nabigu sallallahu alayhi wasallam usama ibn zayd markuu ka ergeeyay xaq kamida xuquuqda ilaahi subhanahu wa ta'ala تاسو أن صورت الجل كأهين مسامحيش وين استأكدن بالقاتا روح كستو أم ضحيه أو وجذا وح إرججلي كره يوح إرججلي كره هين هدي وضد كتوسه وح أمضي وظلها ضحي إلى هين حق صوصارية واجب هي حقوق هي عقوبات إن أن عدنا كإرجين كرين أمضوا أمضوا وح نقل الله هين متكشوك سته إن الفسادسه وح أنا حق له هين أو حوي أنا يدو مركز له هين هذين سواق هذا ولا لي النموذج يتصاله تذكر النبي محمد صدى وربي صلى الله عليه وسلم طريقا النبي محمد عد وشيحي وصحابة رسولك ويكوكيين رضوان الله عليهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه بواحد عدى وقت يسي أبار آذي أعو درن دبتنا عمر أو سيلد حولها مريا
dadkana eega iyo xoolahoodu isha ay leeyeen baa wax ishiisu ku dhacday hala kurus waaweyn dabeetana wuxuu yihi liman hadihi ibil geela shirshira siyaale markaasaa waxaa lagu yidhi waxaa leh cabdullaahi ibnu cumar waa inankiisi oo saxaabigii qiimaha badnaa dabeetana wuxuu yidhi ha laygu yeedho cabdullaahi baa loo yeedhay waxaa lagu wuxuu ku yidhi xaggeed ka keentay geelan simaanka ee shirshiris xoolihii muslimiintu uma shishleh wuxuu yidhi yaa amiira almu'miniin waxaan u sameeyey seere seerihii baan ku sii daayay daaqeen markay noolaadeenna inaan iibiyoon manaafacatada ayaan doonayaa muxuu yidhi cumar ibnu khadaab yaa cabdallaahi ibnu cumar bakhin bakhin yaa cabdallaah alla ilaahay way ku ahaatay bay ka dhigan tahay ama alla ilaahay waad faa'iiday ka dhigan tahay ma waxaad doonaysaa in la yidhaahdo waa ibilu ibni amiiri almu'miniin inankii amiirulmuminiin ku dhalay geeliisi weeye ilaaliya inankii amiirulmuminiin ku dhalay geeliisi weeye waraabiya inankii amiirulmuminiin ku dhalay geeliisi weeye ha loo dhowro oo ha loo xifdiyo wixii raasamaalkaa galay kala bax waxa kale baaqiga kugu ahna baytulmaalka iyo bangiga islaamku xoolihiisa dhigta dhig buu nabigu ayuu ku yihi cumar makhdaar radi allahu canhu hada daliil calaa xifd masaalixi alcaama iyo inuu qofku ka bilaabo cidda ugu dhow si ummaddu ay u noqoto mid kalsooni wax weeye muujisa markay arkeen qofkii hor socday oo ilaalinaya dantii guud iyo wixii ummad ka wada dhexeeyey cumar ibnu khataab xaq buu lahaa cabdillaahi geelan cidna kamuu boobin cid wax xaq cidi leedahayna muu qaadan laakiin cumar wuxuu ka baqay radi allaahu can inay soo gasho inuun sumuu odhanaysa waxaa ninkaa lagu siiyey geela ama loogu dhowray ama inta ay ku leekaadeen geelihiisaasi waa malaha xuquuqda guud ee adigu aad maamusho habrasho lagaga habranayo sidaa daraaddeed walaalayaal danta guud ilaalinteedu waa muhiim danaha guud ee la wada leeyahay waxaa ka mid ah dadka baahan ee masaakiinta ah in loo naxariisto waa dan guud aan cidina gaar u lahayn faqiirka in wax la siiyo iyo qofka baahan in la kaalmeeyo oo lasoo dhaweeya waa dan guud oo aanay cidi lahayn waana maslaxad ummadda oo dhan ka dhaxaysa cid gaarina aanay u xil saarnayn sidaa daraaddeed fuqarada uturiddooda iyo u naxariisadkoodu waxay ka mid tahay waxyaalaha walaalayaal ilaahayna uu ku naxariisto subxaana wa tacaala dal iyo dadna ay ku hormaraan maantana waxaynu arkaynaa innagoo gurya ka soo kacnay innagoo gogol fiican ku seexannay innagoo dhar wanaagsan oo dhaxameed xidhan inaynu guryaheenni joogi karlaanay dad badan baa dibadda jiifa qaar badan baa hoy dhaxan ka celiya aan haysan qaar badan baa hudha xameed aan haysan qofka muslimkii waa inuu dareemo nicmada isagu u haystee walaalkii aanu haysan dabeedna waa inuu ku fikiraa danta guud weeye hal mithaal haddaan u soo qaatiyo tusaale noloshii saxaabada rasuulka ridwaanullaahi calayhim nebigu magaalada madiine wuxuu yimid calayhi salaatu wasalaam iyadoo biyaha madiine lagu cabbaa ay qadhaadh u badan yihiin biyaha macaanina ay yar yihiin ceelasha biyaha macaanlena bi'ru ruuma uu ka mid yahay deeta rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi man yashtarii bi'ra ruuma fayajcalu dalwahu maca dilaa'i lmuslimiina bikhayrin lahu fi ljanna yaa ceelka ruumo soo iibinaya oo waadaantiisa iyo waadaanta muslimiintu ay u sinaanaysaa ceelkaa oo aan wax ka khayr badan u ballan qaadaa oo janno ah deeta cuhmaan ibni cafaan radi allaahu canh ayaa iibsaday qisada ahli cilmigu laba dariiqba way ku soo arooriyeen bacd alculamaa waxay dhahaa ceelka nin reer madiina abaa lahaa markuu nebigu ku yidhi iska waqfiso oo muslimiinta waqfi uga dhigna wuxuu yidhi rasuulkii allow xoolo kaloo ii dareeraa oo ani iyo caruurtaydu manaafacatanaa ma jirta kaasaanu iibinaa dabeedna cuhmaan ayaa ka soo iibsaday bacdu riwaayaadna waxay sheegeen in nin yahuudii ceelka lahaa dabeetana cuhmaan ibni cafaan uu yidhi iga iibi markaasuu yidhi kaa wada iibin maaye nus baan kaa iibinayaa 12,000 oo dirhamna waan kaa siinayaa nuskaa kalena anigaa iska leh dabeedna isaga iyo cuhmaan waxay ku heshiiyeen in maalinba midkood biyaha uu isagu markaa xaq u yeesho iibintooda iyo ka ganacsigooda cuhmaan ibni cafaan maalintiisi wuxuu waqfi uga dhigay muslimiintii dabeedna dadka muslimiintii saxaabadu maalinta cuhmaan ayaa maanta iyo berri biyahay cabbi lahaayeen bay ka sahay qaadan jireen ceelka ilan berri way qadayaane oo waa maalin qad eh markuu arkay ninkii yahuudiga ahaa inay markaa cidiba aanay u imanayn oo dadku ay waqfiga cuhmaan wada qaateen ayaa wuxuu cuhmaan ku yidhi ceelka qaybta kalena 8,000 iga siiso 4,000 baan kaa daayay cuhmaan ibni cafaan ceelkii sidii buu kula wareegay nebiga ayuu u yimid calayhi salaatu wasalaam
وحن رسولك الله وقف وانا علك وقديق المسلمين نبينا عليه الصلاة والسلام وبشاره صلى الله عليه وسلم إلى الآن إلى ما أنت عالك وامد كتير مقال هذا المدينة وانا لقى عباه سيدة درادت وقفي أي أغنق المسلمين عثمان من حياته إلا ما أنت نولا إلا ما أنت المسلمين وهي منافعة ثانية سيدة درادت ولا ليال دنت قود إلى لنت يدو فإذا سيلاد هاي خير كأسال لقاه لا عند الله سبحانه وتعالى إلهي مركو قفك دنت قود أمد كده حيث أوفوق نادو إلهي نتيسة قار كابو إلى ليا أقول ما تسمعون وأستغفر الله الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات الله وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار وما ذكره الذاكرون الأبرار عباد الله ولا ليال إن لو دقدقو إلا لنت وحي أمتك الحية فإذا بدن يأجري بدن با عند الله إيا مركا وناك بدن با الله اكتل لك كسب دا رسولك إنو عليه الصلاة والسلام وحضان إنو بلاري مساجد كيسي مسجد النبوي عليه الصلاة والسلام مركي دتك وقالي واي دات رسولك صلى الله عليه وسلم واو خد بدي وحنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي استكتري من يشتري بقعة آل فلان فيزيدها في المسجد بخير له منها في الجنة يا ناسو إبن يبقع دم بنانة مسجد ككل جسنا غيره بالأيليين ومسجد ككوسي عدنا يا أو بلن قابا مت كخير بدن بقعة بقعة كخير بدن أو كنا ذكوا تعلب النبي قول عليه الصلاة والسلام أثناء من عفار رضي الله عنه أيا إبية بقعدي شني الله باتن كن أدرهم أيا وصيصتي طبعا نوحو كدر أي مسايد كي النبي صلى الله عليه وسلم مسلمين توينة ولا منافعاتتنا وحوو يمركا سوا وكب الله قاضي مسايد كي سلاسال لوقو عصعي الله قدر كيي تاسي واحد تسينا ساولا ليال إلا أدك دقو وناقا إيا إلالينتا إيا دورستا وحي أمادي ودى الليضة هاي تدك مسلمين تنا أي نقدان دادو براتما يتسابق أسمين يبرتن خيراتك يوناقا إلهي سبحانه وتعالى أكتي سمركا يالا سيدة دردد والاليال وحيا لهم أنت أين أباهي بضنهي ودن كنكونا أكسنانا يدد كنكو هقاقيان دينتنا أين أقول دور ميسوحا كميدا والاليال سيدة أهروت المامي صدقات يوح بحنتا وطوليد ددك مساكينتا إسكوارهينتا كوارهينتا چاراركا يددك مركا وحاوهي مركا بقعد يا بوس ولا دجن إنه يسكور هيان سكوحنا أنت ضدك مسلمين تا يوم ضد إنه تسكوحنا النقدان أو إسحالك إسلوا حوايا ورهايا إصدير نحايا أه مركا اسمه قرة سيد النبي محمد الشاقي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى مسلمين تو وحي كدجنين استعيل كودي يسكن حريصة كودا يسو دي برسانان تودا سيدي چد قرب النبي قول عليه الصلاة والسلام حبين قولي مركي حنوصته حبنها كلا يسو چيدي حمد حبين تاسعيقو باقدا سيدا دراد ديد حبين قروي دنتا قودي الله إلاليو ودوين كواين الله إلاشده وحيالها اللوذ الله يوحا كمدا مساجد ديدا قوبها وحبرشدا قوبها عافماتك ودوين كي يدروق دلمرو بيها يوحيالها اللعبو goobaha ay dadka wax uga soo baxaan quud ama markaasi wax weey markaa ay quutaan waa danaha la wada leeyahay qofkuna waa inuu ilaaliyaa mana uu noqonay saacud urdar qofkuna raado buqadar aniga dawladda ay siisay ama dawladda ay iga iibisay ma iyadu ilaalin saadi dan guud la ilaalinayo iyada uu mudnayd ma qof kasta oo muslimi madax iyo micho danta guud waa masuuliyad ba ka saaran ilaalinteeda iyo waxyaalaha la wada leeyahay inaga waxa la wada leeyahay waa dayacan yahay qofku waxa uu kaliyi leeyahayna waa u foojigan yahay sidaana ma aha arimuhu waa in meelaha ay wada leenahay in wada manaafacsanayno inaanu ka wada shaqeynayno ilaalino shacab iyo xukuumad labadaba ayaa marka waajib inagu ah xukuumaduna ay garwadeen iyo hormood umada ugu noqoto allahumma jarimna alfawahisha ma dhahara minha wa ma batan allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tardah ya dhal jalali wal ikram
اللهم أسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا صحا طبقا مجللا دائما إلى يوم الدين. اللهم إن بالبلاد والعباد من الدنك والجوع والعطش ما لا نشكو إلا إليك. اللهم إنك كنت غفارا فارسا للسماء علينا مضرارا. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء. أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ودمار يا رب العالمين. اللهم اجعلنا مفاتيح الخير مغاليق الشر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل هذا البلد آمنا المطمئن الرخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم من أراد بنا أو ببلادنا أو عقيدتنا أو أمننا أو ديننا أو قيادتنا سوءا فأشغله في نفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا علي يا رب العالمين. اللهم وألف بين قلوبنا، اللهم وألف بين قلوبنا واحقن دماءنا واجمع كلمتنا على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، دمر اللهم أعداك أعداء الدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ألف بين قلوب المسلمين واجمع كلمتهم على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم عليك بأعداء الإسلام والدين يا رب العالمين. اللهم وأنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم اجعل فيهم عبرة وآية ولا ترفع لهم راية يا ذا الجلال والإكرام. صل اللهم على الحبيب المختار وعلى آله وصحابته الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والقرار.